ديغاش والشعب الكوراج ديغاش 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 ديغاش سميت دقه شويه دقه 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 عربي شبي شبيه كإخواني في كل المدن قام بوضع حراك سني شعارهم سنية سنية من أجل أن يرحلوا كلهم. نحن اليوم نريد وطنا معززا كما كان معززا بشهدائه، نريد اليوم معززا بشبابه الذين اليوم يريدون حرية بهذا الوطن العزيز، حرية في مجال في كل المجالات، في المجال الصناعي، في المجال العلمي، في المجالات التي تنهض بالأمة، لا في المجالات التي كانوا هم يعنون من أجلها ونهبوا نصف ثروات الوطن. اليوم نحن نريد وطنا معززا مكرما بشبابه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، نحن هنا في مدينة السكور، نحن رافضون لهذه الحكومة بخاصة برئيس الحالي الذي لا نعتني به وهو بن صالح. نحن رافضون تماما رفض، وهذا الشعار هو شعار بدون الدعم المسكينة بالغاز المدينة. ما تخشيوناش، ما خاصناش احنا مسكينة، وإن شاء الله نخلصوا احنا الغاز حتى 2030، معناتها كاع الحكومة لازم تدخل. هذه رسالتي إليه. يا 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 يا